ورحمة الله تعالى وبركاته. ما الجروب هادو جروب كيما قالوا بعد شوي جروب هادو زوي جروب هادو كيجربوا الحواسي وداك الشيء اللي طاحت شي بومبا في شي حاسي. الاخر نمشي عند واحد الصديق عزيز ياك الزوز المرقب بيه الزوز ولا اسمه الزوز كيحفر الحواسي. غادي نمشيو راه كيحفر. عيط لكم انتوما السخاء شركة السخاء نديروها لهم. عيط لكم انتوما على شي حضرتوا انتم شي حاسه يحفروا على الزوز؟ الله يودي واه باش يعرفوا الناس وصافي. لا انسان معقول وشفنا فيه الناس. ها الماتريال مزيان، الماتريال عنده كلشي مريقل. الميتراج الحد ديال الميتراج اللي عنده لان كل واحد شحال عنده في الحقيقه الحد ديالو عمرني عرفته، ولكن عرفت بلي حفر اكثر من 250 250 اكثر من 250. سي عزيز شركه السخاء. هي شركه السخاء هنا التليفون ديالو هي تما، وغادي نحط لكم الاخر في لا فيديو نوصلوا عنده. هذه الطريق هذه غادي نمشيو لديك البلاصه فين كاين الزوج كيحفر الحاسي. سي عزيز هذا هو الكومبريسور. هذا كومبريسور هذا هو للاساس. ها هذا هو للاساس يعني هذا الكومبريسور شحال فيه من كومبريسور؟ فيه 25 بار. 25 بار تبارك الله. 25 بار تقدر تشمع حتى 300 ميل. يعني قدرت 300 المهم السلام عليكم. مباشرة معكم مع هذا الشاب هذا 27 سنة تبع هذه الحرفة ديال الحفر الآبار وداك الشيء الله يسخر له. المدة اللي قضيتها أنت باش بديت هذا الحفر ديال الآبار شحال أخويا عزوز؟ شي عام ونص دابا. شي عام ونص. شحال من حاسي تكون حافر دابا كاع؟ تعدى 200 حاسي. 200 حاسي أكثر من 200 حاسي الله يبارك. يعني غادي نسولك واحد السؤال، لي طيران اللي خدمت فيهم شكون هما لي طيران اللي مزيانين اللي فيهم المغرب في المناطق ديال تاوريت هنايا؟ المناطق تاع تاوريت اللي فيهم المغرب كاين واحد تاع غفوله هما سليمان ولاد سليمان ولاد المهدي طفرطه كاين تاع كرسيف هنايا طفرطه قليل شويه مريجه يعني هاد الجهه ديال مريجه شويه حتى هي بعيده تما نروح حتى كرسيف بحال مثلا هنا لاكاس بلا وهذيك فيهم ودبدو دبدو فين بعيد 250 الفوق واه يعني ولي طيران اللي قاصحين خدمت فيهم هنا في المنطقه عاود اللي كيكونوا اللي قاصحين هما تاع دبدو تاع الجبال وكيكون فيهم الصوت دبدو هما اللي كيكونوا بلايص اخرى ما كيطلع ليش حفرت على على يعني يعني اطول ميتراج خدمته في 340 متر فين؟ بني وشقل بني وكيل بني وكيل في وجده. لا اللي ما قلت لي ما لقيتوش الماء في المناطق اللي واعره. هاد المناطق اللي واعره واه كنت واحد مشيت مسرف 326 ما لقيتش 326 ما لقيتش الماء صافي ما كانش لي. وكاين اللي في مسرف عاود يحفروا ولقاو الماء خويا بلايص داك الشيء سبحان الله واه ما تقدرش تعرف انا تصيب انا ما تصيبش راه يعني هاد القضيه ديال الماء كاين بزاف اللي كيقول لك اودي لا وكيفاش هذا حفر 300 هنايا والاخر حفر 70 لهيها ولقى الماء هذاك الشيء هذاك ما كيعلم به ارزاق قول لي غير ارزاق ما عرفناش شنو فيها يعني ارزاق وصافي داك الشيء الله قريب راه الشيء اللي كان يعني ارزاق وصافي يعني اللي طيران اللي كاينين مزيانين هما الجهه ديال ولاد سليمان ولاد المهدي جماعه تاع الطيطير فيها التيران مزيان هي اللي فيها التيران والطيران المزيان كاع اللي في قلت لي غفوله هو التيران بالنسبه لي فين كتوصل كاع ليها؟ تما ما تعداش 120 يعني الحاسي اللي حفرته اقل ميتراج 66 متر فين؟ هنايا مجيت غفوله غفوله بعدا تبارك الله يعني ذو من الماء ما قريب يعني واعلى الاخر هو 346 قلت لي ولا شحال 340 طلع فيها الماء ويعني وكدي بلاصه اي منطقه؟ اي منطقه اي منطقه الشرقيه غير منطقه شرقيه وصافي يعني ما كتشوفش كمارشيات ولا شي بلاصه بعيده نقدر نمشي ياك يعني كدي بلاصه غير منطقه شرقيه انا يعني. ولي بري على حسب لي بري ما على حسب لي بري على حسب الخدمه الخدمه شنو هي الانواع ديال الخدمه اللي كاينه كاع؟ كاين الخدمه كتخدموا بالبلاستيك كاين الخدمه كتخدموا بالحديد الحديد الخدمه اللي ما كنديروها لا الحديد لا البلاستيك كيكون هذا كيكون تكون التيران كيكون من عند الله يعني هذاك مغلف من عند الله كيبقى يعني كل واحد والبري ديالو وعطينا التليفون ديالك اخويا هنايا شحال النمره ديالك وغادي نحطوها في لا فيديو وانا اللي عليا اللي كنضمن لهم الخدمه لان تلاقيت معك بني درار وكذا وتا اللي بغى يجربوا الحواسي عندنا اصحابنا عاوتاني كيجربوا الحواسي ديك القضيه مزيانه انها كيجربوا شحال كيتيري الحاسي والاخر تعرف شحال كيعطيك البير ديالك شحال فيه تاع الماء شحال ديال الماء كانت شي بومبا حاصله كيجبدوها الدراري كانت شي
يعني حتى البومبات ملي كتكون حاصله شي حاجه حاصلين ولا هكا شي بومبه ساهله بحال مثلا على بريك كيجبدوها. المهم الخوت هانتوما مرحبا بكم، الله يحفظك السي عزيز. شكرا. الله يسخر ان شاء الله، وغادي ما نتحركوش منها حتى نجبدوا الماء ان شاء الله بحول الله باش نفرحوا مع هاد الناس. هذه المرحله اللي كيبدلوا بها القادوس، باش كيسيفليو الحاسي، هذا كيسيفليو يعني الحاسي. هذه البارة عنده يعني فيها 6 متر، وغادي تشوفوا المرحلة انها كتشونجا البارة اوتوماتيك، يعني ماشي بحال ديك القضية ديال هز ودير. انا كيسيفلي الحاسي، ها المرحلة هاهو فين كيغادي يبدلو لبرا. ستاميت ياك فيها ستاميت دابا هاد البارا، هاي كطلع اوتوماتيك. قولي ما كانش ديك القضية ديال القادوس كلشي كيخدم بالكروات، كلشي كروات كلشي زيت. تبارك الله. شحال واصل دابا؟ تكون شي 40 متر دابا. تكون 42 ان شاء الله. 42 44 يا 38 دابا لهم 38. ها هو القروة كتلع راسنا. اوكي دور المتراج اللي عندك هنا خويا عندك 250 ياك كيسهل الله قبل 210 كيسهل الله. هذا دابا كيتسيفل هذا ياك راه كيتني طويه البير، كيتني طويه داكشي اللي حفرو كيتني طويه عاد كيولي حفرة، وتبدل التراب ديال باش تبدل واه ولا حمري. يعني كتمشي في الاول كيكون بيض واقيلا صلصال على حساب الارض، هذاك الارجين هذاك كيكون بيض بيض واه عاد كيتبدل ملي كيبان ديال الماء كيقول الكولور ديالو. ما تقدرش تعرف الكولور اللي كاين في الماء، ولكن كيبان لك هنا الماء الا طلع الماء راه كيبان لك هنا البنترو ونشوف. هادي واحد تبارك الله ان شاء الله يا ربي.